أخبارك؟ كيف حالك؟ خير الحمد لله. الله يبارك فيك. وش عندكم ناقص؟ عندكم شيء ناقص؟ والله الحمد لله يا شيخ، كل شيء متوفر يا رب العالمين. من مويا، من تكييف بارد، الحمد لله كل شيء موجود. هذا فرش من سنوات تقريبا. يغير 6 سنوات، هو فرش يبارك يغير قبل رمضان، لازم يكون مفروش ان شاء الله باذن الله. نوعيه الفرش الفاخر، الفرش النظيف من الذي يعني يغير يوزع في بعض الاماكن اللي تحتاج اليه.